مقطع عفوي قاد إلى موقف يرسخ ما عرف عن الشيخ محمد بن زايد من تواضع وقرب من المواطنين. دعونا نتابع التفاصيل في هذا التقرير. في كل لقطة عابرة ألف قصة وحكاية. لم ينتشر مشهد أو صورة في اليومين الماضيين أكثر من هذا المشهد التي تظهر فيه الطفلة عائشة مشيط وهي تحاول مصافحة الشيخ محمد بن زايد. هذا الموقف لم ينتبه له الشيخ محمد، ولكن تواضعه لم يسمح له أن يمر هكذا، فقرر أن يكمل الرواية ويذهب بنفسه للقاء عائشة ومصافحتها داخل منزلها. أيضاً هذه الطفلة التي لم يصل باص مدرستها مبكراً فجلس معها على الرصيف يبادي لها الحديث، ولمس هذا كل أطفال الإمارات ومن أقاموا على أرضها، احتضنهم وقبل أيديهم. تواضع الشيخ محمد بن زايد وقربه من الناس أمر شاهده الجميع في السر والعلن، فهنا في هذا المسجد الواقع على الطريق السريع بين دبي وأبوظبي وبين جموع المصلين، تفاجأوا بوقوف هذا الرجل المهم في الدولة يؤدي السنة قبل الصلاة دون أي حرس وعتاد. مرة أخرى تشاهده هنا يمازح امرأة بعد أن أخبرته بأنها تعلمت الرماية بالسلاح. علموك اليوم دشيت الرماية طال عمرك؟ دشيت الرماية بعدي؟ اي والله هذه صورتك اللي روني اياها؟ اوكيها صورتي بعدي؟ قلت لهم يا السيارة يا التاير. وهذا المشهد الذي يقبل به أيدي أصحاب الهمم ويقربهم له. وأما هنا فقد زار المصابون من رجال الجيش بدوره القائد ومحفز الهمم واطمأن على صحتهم، ومباشرة بعدها قام بدور الوالد الحاني لكل يتيم عندما التقى بأبناء الشهداء. وفي هذا المشهد الذي يكون به الشيخ محمد الابن لكبار المواطنين ويصر بالسلام عليهم وتقبيل رأسهم كهذا الرجل المسن وهذه الوالدة لأحد الشهداء. والله ما حبك حتى الله من يوم يمعك. والله بديتك ما تحبيني. العديد من المشاهد والصور التي بقيت في أذهان أبناء الإمارات السبع، صغيرهم وكبيرهم، حتى الأستاذ الذي علم الشيخ في الصغر لم ينساه في الكبر. وعلى هذه الخطى سار أخو الشيخ مقبلا يد الشيخ. أحمد النويصري، MBC.